بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وترفع بها أقدارنا يا كريم. وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية لشرح كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا وصلنا للمبحث الرابع اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الإيمان. حب النبي جزء من الإيمان، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، وإيمانه في خلل، في عجز شديد. لا يؤمن أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث حاجات لو موجودين فيك هتستشعر فعلا قيمة الإيمان وهتتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني سيدنا النبي وربنا أحب عندك من أي حد، وتقدم الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على أي شخص أو على أي حاجة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني لما تحب واحد تحبه لله سبحانه وتعالى، ما تحبوش عشان مصلحة. وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يدخل في الكفر. يعود هنا بمعنى دخل، كلمة عادة لما يجي بعدها حرف الجر فيه بيكون معناها الدخول، أما لو عادة جاء بعدها حرف الجر إلى بيكون معناها الرجوع. فهنا سيدنا النبي يقول: وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يدخل في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أحد الناس لما جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة: يا رسول الله متى الساعة؟ إمتى القيامة هتقوم؟ فقال له: وماذا أعددت لها؟ جهزت لها إيه؟ قال له: يا رسول الله لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. عشان كده من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة. يكفينا حبنا لسيدنا النبي، لكن الحب الصادق مش حب كلامه بس. فقال له: يعني أنا أعملي بسيطة، ما عملتش حاجة للقيامة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت، ويحشر المرء مع من أحب. عشان كده كان سيدنا الإمام الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. يعني أنا بحب الناس الصالحة قوي، يمكن محبتي للناس الصالحة ربنا يكرمني بسببها أن أنال وأحوز الشفاعة. طب ما بالك بقى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أنا بكره المعصية وأهل المعصية وإن كنا سواء في البضاعة، ولو إننا برضو زيهم في البضاعة بس أنا بحب الصالحين بقى. فحبك للصالحين فيه خير وفيه بركة وفيه نفع إن شاء الله في الدنيا والآخرة. يزيد على ذلك بكثير حب النبي صلى الله عليه وسلم. فحب النبي أمر لا يتجزأ، أو جزء لا يتجزأ من الدين. حب النبي أنك تخلق في وجدانك وفي قلبك اتصالا بحضرته صلى الله عليه وسلم. حب النبي أنك أنت تظل متعلق به صلى الله عليه وسلم، مش كل ما يجي في كل فترة كده يجي النبي على لسانك أو على قلبك أو على عقلك، لا، يكون النبي دايما حاضر فيك. واعلموا أن فيكم رسول الله. تعلق قلبك ازاي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلق الحنين والشوق إلى سيدنا رسول الله ازاي؟ أمر ده يا جماعة، الأمر ده بسيط جدا وسهل نعمله، وكتير مننا بيعمله مع ناس تانية غير النبي. يعني مثلا الأم اللي ابنها مسافر برا، الأم اللي ابنها مسافر برا ده دايما طول الوقت ابنها على بالها وعلى قلبها وعلى عقلها، ونفسها تشوفه ومتشوقة إليه جدا، ونفسها يكلمها كل يوم، ونفسها تكلمه كل يوم، ولو عدى كم يوم كده ما كلمهاش تتضايق وتضطرب. هل احنا بنتعامل بهذا المنطق وبهذا الأمر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيدنا النبي بيجي على قلبنا وعقلنا كل شوية؟ هل في حبل ممدود متصل بسيدنا النبي ولا لا؟ لكن كون ان احنا نفتكر النبي كل فين وفين لما نفتكره، يبقى ده مش تعلق. التعلق ان يظل القلب دائم التعلق
بحضرته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى هادينا، جعله الله سبحانه وتعالى قائدنا، فينبغي أن نتصل به اتصالا على الدوام. وهذا الاتصال على الدوام لن يكون إلا إذا أحببناه حبا جما، زي الأم ما بتتعلق بابنها طول الوقت. ليه؟ لأن هي بتحبه قوي، ما بتحبوش لأجل مصلحة، إلا لأن ده ابنها قطعة منها. والعلماء لما نظروا لحديث سيدنا النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم. البعض قال هنا النفي هنا يعني لا يؤمن يحمل على نفي الكمال، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل المطلوب إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمته على كل شيء. طب لو أنا ما قدمتش النبي على نفسي، أو يعني قدمت نفسي على النبي، قدمت ابني على النبي، حبيت ابني أكتر من النبي، حبيت أبويا أكتر من النبي، هنا أنا مؤمن بس الإيمان بتاعي إيمان ضعيف، إيمان قليل. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل المطلوب. وفيه اتجاه عند بعض العلماء الآخرين يقولون لا، لا يؤمن أحدكم يعني لا يصح الإيمان. النفي هنا يحمل على الصحة، يعني لا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا أحببت النبي وقدمت النبي على كل شيء. وهذا ما يرجحه كثير من العلماء، لأن حب النبي والتعلق بالنبي ده جزء من الدين. سيد النبي هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإزاي إن أنا أتبع ربنا وأنا مش محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحب للنبي يا جماعة بصدق يتخلق بأخلاق النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنا عايز أكون محب للنبي وأتبع النبي، أعمل زي ما النبي كان بيعمل، أتخلق بأخلاق النبي. فاللي بيحب النبي مش هيغش، مش هيدلس، مش هيكذب، مش هيغتاب الناس، مش هيقع في أعراض الناس، مش هيضر الناس، مش هيؤذي الناس، مش هيظلم الناس. محبته للنبي وتعلقه بالنبي بتجعل بينه وبين هذه الأمور حواجز، يجي يؤذي حد، يضر حد، يظلم حد، يخاف. النبي هيقول للنبي إيه؟ النبي قال له ما تظلمش، النبي قال له ما تأذيش، النبي قال له ما تضرش، لا ضرر ولا ضرار، من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه. فمحبة النبي الحقيقية بتخلق في قلب الإنسان حاجز وسد منيع بينه وبين الإقبال على المعصية، بينه وبين الإقبال على الذنب. دي من أثر محبة النبي يا جماعة. فمن الأثار المهمة جدا جدا للمحبة الصادقة للجناب النبوي الشريف أنها تمنع الإنسان عن معصية الله عز وجل. طب أي حد بيقع في المعاصي والذنوب، خاصة المعاصي المتعدية، المعاصي عندنا على نوعين، معاصي قصيرة على النفس، إن واحد مقصر مع ربنا في حاجة معينة، حاجة خاصة به هو، ومعاصي متعدية بقى، إن هذا الإنسان يفعل المعاصي المتعدية، يعني يفعل المعاصي للغير، يعني يؤذي غيره، يضر غيره، يظلم غيره، يقع في عرض غيره، يغتاب غيره. هذه الأمور أو هذه الذنوب أخطر بكثير من الذنوب القاصرة، لأن الذنب اللي بينه وبين ربنا ده ممكن ربنا يغفره لي، لكن الذنب اللي بينه وبين الشخص ده هذا أمر خطير لا يغفره الله إلا بمسامحة هذا الشخص. فالإنسان اللي بيضر الناس، اللي بيظلم الناس، اللي بيؤذي الناس، كيف يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي كان رؤوفا رحيما ولم يؤذي أحدا من الخلق أبدا، حتى الحيوانات، حتى الطيور. يعني إحنا كمسلمين مطالبين بحسن المعاملة مع كل الخلق، ولا يحق لأي إنسان أن يتعرض لأي مخلوق مهما كان بالإيذاء والضرر بدون سبب. حتى الحيوانات والحشرات اللي بتمشي على الطريق، بتمشي على الأرض دي، أنا ليست عندي المقدرة وليس عندي الإذن أن أقتلها دون ذنب، أو أن يعني أذيها دون سبب، ما ينفعش. بعد كده المبحث الخامس، التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في المحاضرة الفائتة، الأدب مع سيدنا رسول الله هيقتضي أمور كتيرة جدا. أول حاجة عدم ذكر اسمه الشريف مجردا، ما نقولش محمد، إنما نقول سيدنا محمد، أو قال رسول الله، أو قال حبيب الله، أو قال نبي الله. وإن ذكر اسم النبي مجرد يا جماعة عن الوصف الرسالة أو السيادة أو النبوة أو المحبة أو كل هذه الأمور، هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من التأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة عليه.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بتحب النبي قوي يبقى لازم تكتر من الصلاة عليه، لأن أي حد بيحب أي حاجة بيكتر من ذكرها. لما تلاقي واحد بيحب واحد قوي هتلاقي دايما بيذكر اسمه كتير، ما بالك بقى بالجناب الأعظم، بالجناب النبوي، بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بنحب النبي بقى لازم يكون لينا أوراد ثابتة وكثيرة جدا من الصلاة والسلام عليه. وده للقرآن لفت انتباهنا ليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله بجلاله يصلي على حبيبه، والصلاة من الله على حبيبه تعني الرحمة المقرونة بالتعظيم. سيدنا النبي يرحم النبي ويعظم النبي ويجل النبي ويوقر النبي، وده اللي أمرنا به بعد كده، نحن نوقر النبي ونعظم النبي ونحترم النبي. وبدأ الآية دي بلفظ إن المؤكدة، إن تفيد التوكيد، يعني ده أمر أكيد إن ربنا سبحانه وتعالى بيصلي على النبي. إن الله وملائكته، طب الملائكة مش مكلفين بحاجة زينا، ومع ذلك لما رأت الملائكة شرف هذا الأمر وعلو مقدار هذا الأمر عند الله، اشتركوا مع الله في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصلاة على سيدنا النبي. إن الله وملائكته يصلون، والصلاة من الملائكة تعني الدعاء والاستغفار. يصلون هنا فعل مضارع، ما قالش هنا إن الله وملائكته صلوا على النبي والموضوع انتهى، يعني عملوا حاجة في الماضي وخلصت، ده قال يصلون. الفعل المضارع يفيد الاستمرار، فالصلاة من الله وملائكته على النبي الكريم دائمة ومتصلة ومستمرة، مش مجرد حاجة وقتية وخلاص. طيب هذا المفروض احنا بقى نعمل كده، نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. عشان كده الأمر جه من الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله عز وجل بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وسلموا تسليما، هنا ما قالش وسلموا سلاما. السلام يا جماعة بمعنى التحية، لو قال وسلموا سلاما يبقى نسلم على النبي، نقول السلام عليك يا رسول الله، إنما قال وسلموا تسليما. التسليم غير السلام، السلام بمعنى التحية، لكن التسليم بمعنى الانقياد والخضوع والاستسلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكثروا من الصلاة على رسول الله والسلام عليه، وسلموا أنفسكم له، انصاعوا لأمر النبي، استسلموا لأمر النبي، اخضعوا لأمر النبي، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوا حضرته صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا الصلاة على سيدنا النبي لها ثواب كبير من الله عز وجل. في الحديث الشريف: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وفي حديث آخر: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحى بها عنه عشر خطيئات أو عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، ورد عليه مثلها. ثواب صلاة واحدة بس كفير بمغفرة الله ورحمة الله لك. أحد الصالحين جاءه أحد تلامذته ذات يوم وقال له: يا شيخي، كيف أعرف نفسي من الأشقياء أم من السعداء؟ ربنا قال: فمنهم شقي وسعيد. الناس يا إما أشقياء يا إما سعداء. ففي تلميذ راح سأل شيخه: إزاي أعرف إن أنا من الأشقياء ولا من السعداء؟ قال: يا بني، اعرض نفسك على هذه الآية. عايز تعرف نفسك أنت من الأشقياء ولا من السعداء، شوف الآية دي، الآية دي هي اللي هتحدد أنت مع مين، هنا ولا هنا. قال: كيف يا شيخي؟ قال: يا بني، إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولا يمكن لإنسان شقي أن يصلي على النبي كما أمره ربه. ربنا بنفسه بيصلي على النبي، وأمرنا بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة اشتركت مع ربنا، فالله لا يشرك معه شقي. مستحيل تلاقي واحد شقي وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا أمر الله قام به بنفسه وبذاته ثم أمرنا. فمش معقول حد غير سعيد يشترك مع الله في هذا الأمر، أو يفعل هذا الأمر الذي يفعله الله بنفسه. أما السعيد هو الذي يفعل هذا الأمر اللي ربنا بيعمله هو والملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشان كده أهل الله بيقولوا:
من قصر في عمره وأراد أن يستدرك ما فاته منه فليكثر من الصلاة والسلام على نبيه. أنت قصرت في عمرك كتير أو أنت قصرت في عمرك كتير وعايزة تعوضي اللي فاتك، كتري من الصلاة على سيدنا النبي، كتر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها خير كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: يا رسول الله، الربع، يعني أخصص لك ربع دعائي لك أنت بس؟ قال: ما شئت، إن زدت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، في النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، فالثلثين، يعني التلتين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، إذن أجعل لك صلاتي كلها، كل صلاتي، يعني كل دعائي خليه لك أنت بس. شوف بقى سيدنا النبي قال له إيه أو كفأ به. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني أنت لما خصصت كل وقتك للصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هيكافئك بحاجتين، الحاجتين دول فيهم خيري الدنيا والآخرة. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك يعني أي هم ربنا هيكفيك إياه، هم الرزق، هم الأولاد، هم الزوجة، هم الشغل، هم المرض، هم العمل، أي هم، أي هم، بالإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله تزلل كل هذه الصعوبات وتزال كل هذه الهموم. طب وبعدين كده وبس؟ لا لسه. ويغفر لك ذنبك، في الآخرة بقى ربنا يغفر لك. والإنسان فينا عايز إيه؟ عايز إن هو يعيش سعيد في حياته وربنا يكرمه في الآخرة، فهتعيش سعيد في حياتك وربنا يكفيك كل الهموم في دنيتك، وتعيش برضو مش مهموم في الآخرة وربنا يغفر لك كل الذنوب بسبب الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصلاة على سيدنا النبي أمر مهم، التعامل معه بما يليق بجنابه الشريف، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، التوقير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحترام سيدنا النبي، كل هذه الأمور يا شباب من مقتضيات التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات التأدب كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على فعل السنة، إن احنا نشوف السنن، والسنن دي بقى ليها ثواب عظيم جدا عند ربنا: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. يعني الإكثار من النوافل بيرقي الإنسان إلى درجة محبة الله سبحانه وتعالى. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلازم نحافظ على السنن، سواء بقى في الصلاة، في الصوم، في أي حاجة، نكثر من فعل السنن يا جماعة، لأن هذا دليل على محبتنا لسيدنا رسول الله وعلى التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف كتير مننا دلوقتي بيأثر في السنة عكس الصحابة. الصحابة الكرام كانوا أشد الناس حرصا على فعل السنة لأجل أنها سنة، يعني يعملوا السنة كأنها فرض. ليه بتعملوا السنة بالطريقة دي وليه محافظين عليها بهذا الأسلوب؟ قالوا: عشان دي سنة النبي، احنا بنعملها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنسيب السنة وبنأثر في السنة عشان السنة. يقول لك يا عم يا هي دي سنة مش مهم، يعني مش لازم نصوم اليوم ده، الصيام النهاردة سنة، مش لازم نصوم في شعبان، ده الصيام في شعبان مش فرض، ده سنة، أهم حاجة نصوم رمضان. مش لازم نصلي سنة الظهر، دي سنة، أهم حاجة نصلي الظهر. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة كانوا بيعملوا السنن كأنهم بيعملوا الفرائض بالضبط، فده الفرق بيننا وبينهم. فعشان كده من مقتضيات محبة النبي والتأدب مع سيدنا النبي المحافظة على السنن والنوافل الواردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده لدرجة ان بعض الصحابة، او ان الصحابة كانوا بيعملوا الحاجة اللي سيدنا النبي بيعملها حتى لو امر طبيعي، امر عادي، تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان بيحب الدباء، الدباء اللي هو القرع. فسيدنا أنس بن مالك بيحكي إن كان في واحد عازمهم مرة،
فقدم لهم طبق فيه يعني دباء وفيه لحم وكذا وعيش. فسيدنا أنس بيقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، يعني النبي بينقي القرع ويأكله. زي انت كده ما تكون مثلا عامل بيض بالبسطرمة مثلا، وعندك الولد بيقعد ينقي البسطرمة من وسط البيض مثلا، أو بينقي حاجة من وسط حاجة. فالنبي كده قال رأيت النبي يتتبع الدباء من الصحفة، يعني بينقي الدباء ويأكله، كان يحب القرع صلى الله عليه وسلم. له قرع العسل. قال أنس فأصبحت أحبه من يومئذ. يعني سيدنا أنس بيقول أول ما شفت النبي بيحب الدباء وبيتتبع الدباء وبيحب، لمجرد أنه بيحب الأكلة دي أنا أصبحت بحب الأكلة دي، من شدة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام وصل بهم الحال أنهم كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم على مدار اليوم والليلة، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يتكلم، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يلبس ثيابه، كيف يتكلم مع الناس. بيتبع النبي وبيرصد النبي على مدار اليوم والليلة عشان يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، عشان يقلدوه في كل حاجة. هذا دليل على شدة محبتهم وشدة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فده المفروض يكون حالنا يا جماعة دلوقتي، نحن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحب النبي، محبة النبي مش كلامه بس، محبة النبي بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الأشياء إلى قلب سيدنا رسول الله المحافظة على النوافل وعلى السنن. آخر مبحث عندنا في الكتاب فضائل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن بعضها منذ قليل، وقلنا إن الصلاة على سيدنا النبي من أهم العبادات اللي لازم الإنسان يعملها ويحرص عليها، خاصة الإنسان اللي أثر كتير في عمره أو في حياته وعايز يستدرك ما فاته، فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فضائل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعل القلب متصلا بحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. الإكثار من ذكر النبي ده دليل على اتصال قلبك به، دليل على محبتك له، لأن الإنسان إذا أحب إنسانا أكثر من ذكر اسمه. كذلك من فضائل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البركة. اللي عايز بركة في الرزق في الحياة عموما يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر النبي مجرد ذكر النبي بركة، فهو بركة بركة الدنيا صلى الله عليه وسلم. الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا دأب الصالحين وكبار الأمة، ودي عبادة لا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر عموما والصلاة بما فيها الصلاة على سيدنا النبي كمان دي من الأشياء السهلة جدا على النفس. يعني الصلاة على سيدنا النبي أو ذكر الله عموما من الأمور السهلة اللي مش محتاجة كيفية معينة أو هيئة معينة أو زمن معين أو مكان معين. إحنا بنصلي في مكان معين في اتجاه معين بهيئة معينة بكيفية معينة، بنصوم في وقت معين في زمن معين، لكن الذكر والصلاة على سيدنا النبي الأمر فيهم على السعة مفتوح. صلي على سيدنا النبي في أي وقت، اذكر ربنا في أي وقت، على طهارة على غير طهارة، وانت واقف وانت ماشي وانت في السيارة بتاعتك، ذكر ربنا والصلاة على سيدنا النبي ليس له حدود. ومع كونهما من أيسر العبادات على النفس إلا أنهما للأسف الشديد من أكثر العبادات المهجورة، من أكثر العبادات المهجورة بين المسلمين دلوقتي الصلاة والسلام على سيدنا النبي وذكر الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كتير مننا بيشتكي من قلة البركة. ليه قلة البركة؟ لقلة الذكر ولقلة الصلاة على سيدنا النبي، لأن الإكثار من الذكر والصلاة على سيدنا النبي هذه الأمور تستجلب البركة على الإنسان في ماله وبيته وولده وزوجه وكل هذه الأمور. يبقى لازم نعمل يا جماعة لينا أوراد ثابتة من الصلاة والسلام على سيدنا النبي. اجعل لك كده ورد ثابت من الصلاة والسلام على سيدنا النبي كل يوم، يعني كل يوم الحد الأدنى لا يقل عن 100 مرة،
وانت ماشي بقى في العربية وانت ماشي في الطريق وانت قاعد في البيت 100 مرة مش هتجيب معاك 5 دقايق. طيب ويستحب طبعا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طيب حد الإكثار ده إيه؟ مفتوح، إلا أن العلماء قالوا أقل حد الإكثار 300 مرة. يعني أنا عايز أصلي على النبي وأكون من الناس اللي بيكتروا من الصلاة على النبي، الحد اللي أنا أوصله عشان أقول إن أنا بصلي كتير على النبي، الحد الإكثار على النبي له حد أقل وحد أعلى. الحد الأقل من الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله 300 مرة في اليوم، ده أقل حاجة. طب الحد الأعلى ده أمر مفتوح، صلي براحتك زي ما أنت عايز، وكلما أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله كلما نالك أو كلما جاءك الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. فهي لازم نعمل لنا يا جماعة أوراد ثابتة من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، لأن ده بيخلق في وجداننا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيجعلنا دائما متصلين، لأن دائما عمال أذكر اسم النبي أذكر اسم النبي. وخد بالك إن ده كل ما تذكر النبي كل ما تذكر عنده يا رسول الله إن فلانا يصلي عليك، فالنبي يسر بك ويفرح بك لأنه قد سمعك تذكره وذكر اسمك عنده. فأي شرف وأي فضل وأي كرم وأي نعمة إن أسماءنا تذكر عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر إمتى؟ إذا أكثرنا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. خلاصة الأمر يا شباب أن الأدب مع سيدنا رسول الله أمر ينبغي أن يسلكه كل إنسان مسلم. نتأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نوقر النبي، لتعظموه وتوقروه، توقير النبي، إعظام النبي، إجلال النبي، احترام النبي. الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، بل إن الإيمان مرتبط به. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتعاملك بأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلامك معه أو كلامك عنه هذا من مقتضيات الدين بتاعنا. حتى إن العلماء ذكروا إن من الأدب إن أنا لما أجي أكتب اسم النبي لازم أصلي عليه، لما نيجي نكتب مثلا أو نألف كتاب أو كذا فنذكر النبي برضو بلفظ السيادة أو بلفظ النبوة والرسالة وأصلي عليه، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أكتب كلمة صلى الله عليه وسلم كاملة. هذا فيه نوع أدب ورعاية أدب مع المقام النبوي ومع الجناب النبوي. لكن بعض الناس أحيانا تختصر تقول قال رسول الله صاد باختصار لصلى الله عليه وسلم، ده ما ينفعش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تختصرش معه في الكلام، إنما زود وكتر من الصلاة، وكل ما تذكر اسم النبي وكل ما تكتب اسم النبي صلي عليه وأكثر من الصلاة والسلام عليه. الأدب مع سيدنا رسول الله أمر واجب ومحتم على كل إنسان مسلم. لا تجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية لسيدنا رسول الله هي معصية لله في المقام الأول، وتوقير النبي هو توقير لله عز وجل، طاعة النبي طاعة لله عز وجل. لا يجوز بأي حال من الأحوال إنكار السنة أو الافتئات والتجرؤ على حجية السنة وزعم أن السنة ده كلام بشري وما لناش علاقة به وإحنا لنا ما جاء في القرآن الكريم، هذا كله لا يجوز. فالسنة النبوية المطهرة جزء لا يتجزأ من كتاب الله ومن وحي الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نيجي ننكر الأحاديث النبوية وننكر حجية السنة يبقى احنا كده بننكر القرآن الكريم وبنفتئت على كتاب الله، لأن القرآن الكريم والسنة الاثنين وحي من الله عز وجل. فنعود نفسنا على الأدب مع سيدنا رسول الله. فالموضوع ده يا جماعة فيه خير كبير جدا جدا، إنك حتى تتأدب مع ذكر اللفظ الشريف، وده هتشوفه إن شاء الله بركاته وتشوفه يعني خيراته إذا داومتم على هذا الأمر. نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعلق قلوبنا به صلى الله عليه وسلم، نفعل كل الأمور اللي سيدنا النبي بيحبها زي الإكثار من النوافل والسنن والإكثار من مساعدة الخلق ونفع العباد، لأن هذا من الأمور الهامة جدا اللي سيدنا النبي أرشدنا يعني إليها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المتأدبين مع حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الواصلين المتصلين بحضرة النبي في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا به وأن يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
شكر الله لكم على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن ينفع بكم، وأن يبلغكم مرضاته ومرضات حبيبه صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.